الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي الزمان يخطب الغلام كما تخطب الجارية، ويغار على الغلام يعني الولد كما يغار على الجارية. مثل الزمان ذا الحين، ما هو بعض الشباب يضارب عشان الولد حقه، صح ولا لا؟ ويدافع عن الولد حقه، ويعني يصرف على الولد. يغار على الغلام كما تغار على الجارية، ويزين الغلام كما تزين الجارية، ويخطب الغلام كما تخطب الجارية. ويعني بجمعها حديثين: ويمشط الرجال ورؤوسهم كما لبعضهم كما تمشط المرأة شعرها لزوجها. يعني ما هو قصة بس انك تمشي شعرك، لا، لكن بعض الشباب يفرقه ويقصه من هنا وقصه ما يدي عشان اذا نزل يمشي وشعره. ويمشط الرجل ورأسه كما يمشط المرأة شعرها لزوجها. ويكتفي الرجال بالرجال، يعني حب شاب لشاب. وتكتفي النساء بالنساء، يعني بنت مع بنت. ويتشبه الرجال بالنساء، وتتشبه النساء بالرجال. فعليهم من أمتي لعنة الله. ما هو بقال، بس ليش أكون ظالم وأدخل في هذا الحديث وهذا الشيء؟ يا أخي افتخر برجولتك، أفخم جنس اشتري، أفخم فنيلة، لكن قلنا شرطين: واسعة وطويلة، والجنس واسع وسادة وألوان رجالية. بس مشط شعرك وربه تربية رجال، ومشط تمشيطة رجال. بس بتحلق الدقن يا أخي، رب شنبك وخففه شيء بسيط. بس أنت يا فلانة أفخم عباء وأنفذي، لكن جنسك ولباسك هذا في البيت مع زوجك. أما بنت عادت في الثانوي والجامعة باقي قدام أخوانها بالسكيني، ما ينبغي. أسأل الله يبيض وجهه. أحبابي، أختم وأقول اللي ما سمع كلامي طول اليوم ممكن يخرج من هذا الجلسة ويقول لي ظالم، لكني بقول لكم يا الربع: ما هو بعيب إن ظلمنا أنفسنا، لكن العيب إن نستمر في الظلم، نستمر في الظلم، نستمر في الظلم. اسمعوا ايش يقول الله جل في علاه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أسأل الله يغفر ذنبي وذنبكم في ذا الساعة. لكن اسمع الشرط يا الظالم، أنت يا أبو راشد اللي ظلمت نفسك وغيرك مثلك، وأنت يا فلان اسمع، الله رحمة واسع، لكن اسمع يا من ظلمت نفسك وظلمت نفسك، اسمع ايش الشرط. قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا أنت تعرف أنك ظالم وغيرت فطرتك في لباسك وألوان نسائية، والأحمر والبنكي وذي وألوان والألوان يعني ذي والكتابات، ما هو عيب، لكن العيب أنك تستمر. العيب إن كرامتك وذي تنزلها بتطيحني وبالفنايل القصيرة وذي. العيب إنك تستمر في هذا اللباس ووجهك يعني نظفته من الشعر وتخيلت وتخليت عن رجولتك كلمة رجال ذكرها الله في كتابه 50 مرة. رمت شرف وكرامة لك تتنازل عنها عشان موضة. يا أخي الغرب ونغرب اللي صنعوها ما لبسوها. وإن شاء الله إني لأجيب لكم بعد كم لقاء، اللقاء جاي ولو بعده لقاء كان لي مع بريطاني في أبها، بأعرضه لكم على الشاشة وتسمعون هذا البريطاني إيش قال عن اللبس اللي يلبسونه في بريطانيا والشاف من شبابنا والحزن اللي قاله. لكن خليه لوقته. ما هو عيب انك ما صليت او يا فلان اخرت الصلاة، لكن العيب انك تكون ظالم وتصر بعد ما تمشي من هنا على انك تستمر. ما هو عيب انك كنت تغازل ولا تغازلين وان في جوالك مقاطع، لكن العيب انك تستمر على المقاطع اللي شوت نفسك ورهلكت نفسك بالغزل والهم والغم حتى يجي قصاصك في عرضك ويضيعك تضيع حياتك بالعادة السرية وذي. العيب ان نكون اليوم عاقي وظالمين، لكن العيب الأعظم إن نستمر في الخطين اللي يموتون أحد شيباننا ونتندم عليهم، أو أموت أنا قبل ما يموتون شيباننا وبعدين يعني أتعب.